والله بناتي وجعانات سنون العين ماكو لا بنج لا دواء ولا شيء. انتم يا خمس حبايات والله جينا من اليرموك لهنا. مستشفى العام. هاي العام هنا قالوا العام اكو شلع سنون هسه جينا ماكو. بس انتم انا حبايات خمسه وهاي هي. وهاي هاي لي 15 ما نعالج بها والله. حب واوبر وهذا وما فات لما شويه راح الورم ما ندري اشلحها هنا ماكو. نستعزى برا كل واحد 10,000 20,000 يريد مستشفى العسكري ما شاء الله زين علاجات متوفره فحص متوفر يعني ما شاء الله يعني بس بالمستوصفات بالداخل مثل الرساله اليرموك حي التنك كل هاي ما بي علاجات ينطي حبايه حبايتين المريض منتهي يقول كل ما عندنا العلاجات وين ساكن انت بيامي؟ انا بالاقتصاديه ماكو هناك مركز اي ماكو اكو صار 5 متر علي منتني حبايه براسي كل حبايتين وابره واحده وتطلع وهي حالتي تعبانه هسه جبناها على المستشفى. هسه انا المستشفى شلون شفت الواقع؟ والله زين حيل يعني زين ليش واحد ينكر؟ يعني دخلوه مغذي وبسمته والله ليش واحد موجوده؟ موجوده بس يعني كل من يعني حاسب حالته يعني. شو طالبون كمواطنين؟ والله نطالب يفتحون مستشفيات، دكاتره، علاجات يوفرون للناس، الناس تعبانه. والله بالنسبه للجانب الايمن جانب منكوب. الدواعش ما خلوا شيء على الجانب الايمن. فبالنسبه للمستشفى يعني ازدحام مو طبيعي. اي من ناحيه السونار، من ناحيه فحص الدم، من ناحيه يعني كافه يعني استشاري يعني كافه الازدحامات. فانا اطالب الحكومه بان مستشفى واحد يعني لا يكفي بالنسبه للجانب الايمن. لان هسه انا جيت من الساعه 8 الصبح وهسه الساعه 12. الساعه 12 الظهر. يعني فحص دم ولحد الان وسونار لحد الان ما يعني ازدحام مو طبيعي يعني. فأنا بالنسبة لي أطالب وزيرة الصحة وأطالب بغداد. ليش أطالب بغداد؟ لأن الحكومة المحلية ما من وراها كل شيء يعني لا زيارة لا كذا. فأنا طالب الحكومة أن مستشفى واحد بجانب الأيمن مستشفى وادي حجر ما يعني ما يكفي. والله يعني شوية متردي والله. خدمات ماكو، رواتب ماكو، هاي صارنا اكو ناس 8 أشهر بعد بلا راتب، تصريح أمني تأخر، يعني شغلات فرد نوم يعني. ودعم ماكو للمستشفى فرد نوب يعني علاجات ماكو يعني شغلات يعني شو طالب والله طالب بالرواتب اطالب بالخدمات اطالب الدعم للمستشفى كم وين الدواء وين الحكمه وين الانسانيه والله على ما وصلت هون من الميتين بس من يحد السياره لي هون على هاي امشي شو طالبون؟ عشان طالب خلي يرحمونا خلي يساعدون المريض يساعدون العالم منظمات وين المنظمات يوزعون الحبايب ولهم ما شفنا كل شيء والله حرام وحشوف لا كهرب ولا ماي بحي الثوره لا صحيه كل شيء ما اكش والله بالله ما يشغب نشتغل والحمد لله في تاريخ 16/5 باشرت في مستشفى الموصل العام وكانت في حينها عمليات تحرير غير مكتملة للمدينة باشرت في تجهيز المستلزمات والنواحي اللازمة لإسعاف الجرحى وتوثير حالات الوفيات لذلك تطلب تجهيز رادهات الطوارئ والعمليات الكبرى وردها لاستقبال الجرحى فأحتاج لهذه الغاية ميزانية تشغيلية لكي يعني تقوم المستشفى بتقديم وجبات طعام للخفراء الذي يبلغ عددهم أحيانا أكثر من 75 خفير وتتطلب أيضا ميزانية تشغيلية لتشغيل الكهرباء أحيانا وميزانية تشغيلية استفاد منها لشراء الأدوية التي تشح أحيانا بين الحين والحين طبعا أول شيء نشكر القناة الموصلية أنه سباقة بالحدث وتقدم كل يوم بيومه مثل الحدث عندنا احنا مشكلة الرواتب يعني دائرة الصحة نينوى الرواتب تتأخر على طول
ونحن اليس انا كمدير حسابات مستشفى موصل عام يعني ما اعرف السبب اشنو سبب التاخير من بغداد. يعني نعمل قوائم ونكمل قوائم لعده اشهر اشتغلوا ما شغل يعني صور ايار حزيران تموز اب ليس وجبه ثانيه ثالثه ما استلمت ولا يمكن انا اعتقد زي بعد طول ازيد. يعني نحن نريد بس السبب. جد تستقبلون يوميا يعني؟ يوميا يعني معدل السونار يعني اقل شيء 90 مريض يعني من 90% بس كمعدل 90. والاشعه؟ الاشعه بحدود 97 98 يعني نستقبل مرضى يعني ناهيك يعني المريض مرات يجي عنده يعني اربع صور خمس صور يعني اذا مثل حوادث. وعندنا نقص بالافلام افلام الاشعه عندنا نقص كثير بصراحه ونحتاج المستشفى تحتاج الى جهاز مهم لان هي الوحيده بالجانب الايمن وهو جهاز المفراس وجهاز الرنين. هذه المستشفى الوحيده اللي ما بيها ما بيها نعم. والجانب الايمن تعتبر هي الساعه الوحيده اللي موجوده وهي الاسناد الوحيد للجانب الايمن ما موجود هذا الشيء. طبعا الواقع الصحي بين الموصل حاليا متدهور. مستشفى واحده بس موجوده اللي هي مستشفى الموصل العسكري اللي هي عتقوم واجبات الجراحه الاطفال الباطنيه ما عدا انه الجانب الايمن كله عليها والزخم كله عليها من القيار ومن الحمام هم عايجون مرضى مباشره عليها. عندنا من ناحيه الاخصائيين كم اخصائي بس موجود بس اخصائيين جراحه لا اخصائيين باطنيه اخصائيين اطفال موجودين بس على المنظمه هم موجودين يعني على المستشفى. لحد الان كل ما نحتاج خدمات كعلاجات ماكو علاجات اصلا علاجات كل ما نحتاجها ما يوفروا لنا هي علاجات بالطوارئ بس اكو اوبر لا اكو حبوب لا اكو ادويه ما موجود الكريمات مثلا نحتاج دهونات المرضى محروق يعني تقريبا الواقع كله متدهور بالجانب الايمن من الناحيه الصحيه.